لهذه الندوة المهمة، الحضور المكثف من أعضاء الجمعية المهمية. وصف لي الأوضاع عندك ووصلت لإيه؟ طبعا يا محمد، زي ما احنا عارفين النهارده الندوه الاخيره للمهندس محمود طاهر في اطار الندوات العديده، وبتحديد ثلاث ندوات سواء امس او اول امس في فرعي النادي الاهلي في الشيخ زايد والجزيره. اكيد الاجواء هنا جيده جدا، في اقبال كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي. وفي حاجه بالتحديد عايز اتكلم عنها يا محمد، هو روح الترابط ما بين اعضاء النادي الاهلي. خليني اقول لك ان متواجد هنا اعضاء من اللي دايما بيكونوا متواجدين من مقر النادي الاهلي بالجزيره وايضا في الشيخ زايد، ترابط واضح جدا ما بين اعضاء النادي الاهلي في الثلاث فروع. عايزين ناكد ان النادي الاهلي هو عباره عن فرع واحد، سواء فرع الاهلي الجزيره، مدينه نصر، الشيخ زايد. النادي الاهلي طبعا كل اعضائه دايما في ترابط مستمر، وده شيء يمكن جيد وايجابي وعكس كل ما يقال في الاونه الاخيره بالتفرقه طبعا ما بين ثلاث افرع الخاصه بالنادي الاهلي. طبعا الاعداد في تزايد مستمر يا محمد، خصوصا هنا في مدينه نصر يمكن اعضاء كتير جدا دايما متواجدين، خصوصا ان احنا في ويك اند يعتبر، فبالتالي هيكون ده متواجد اعضاء كتير جدا من النادي الاهلي لحضور هذه الندوه الهامه والاخيره للمهندس محمود طاهر. ويعتبر الندوات شيء ايجابي جدا بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي، خصوصا ان في بعض الاعضاء ممكن ما يكونش واصل لهم الصوره بشكل افضل، خطوره الموقف بشكل افضل، وده اللي بيسعى له المهندس محمود طاهر ومجلس ادارته، لكن بالتحديد المهندس محمود طاهر من خلال حديثه الدائم مع اعضاء النادي الاهلي لتوضيح الصوره بشكل اكبر. شيء مهم جدا النادي الاهلي يقرر مصيره، اعضاء النادي الاهلي وكل اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي هم اللي يقرروا ويحددوا مصيرهم بوجود لائحه خاصه بالنادي الاهلي، وهي لائحه النظام الاساسي اللي عرضها مجلس اداره النادي الاهلي خلال طبعا. امير انا عايز اسالك في البدايه، امير عايز اسالك متى تبدا الندوه؟ متى ستبدا الندوه؟ في تمام الساعه كام هتبتدي الندوة؟ وعايز اعرف منك ردود افعال، انت اكيد عملت لقاءات مع اعضاء الجمعية العمومية، عايز اعرف منك ما هو ردود افعال الجمعية العمومية لندوات المهندس محمود طاهر معاه. الندوة هتبتدي بالتحديد الساعة 7:30 مساء، وهو نفس الميعاد اللي ابتدى فيه ندوة النادي الاهلي او مجلس ادارة النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد وايضا في فرع الجزيرة. يعني حوالي بعد ثلث ساعة 20 دقيقة او 22 دقيقة من دلوقتي هتبتدي الندوة، وهيبتدي الحديث من المهندس محمود طاهر لشرح وتوضيح اللائحة الخاصة بالنادي الاهلي والفارق بينها وما بين اللائحة الاسترشادية اللي اقرتها اللجنة الاولمبية. وعايزين نركز برضو يا محمد ان مفيش اي شيء قانوني يعوق النادي الاهلي على انه يعمل الجمعية العمومية على مدار يومين، وبتحديد يومي 25 و26 اغسطس الجاري. لكن خليني ايضا نقرب بشكل اكبر للجمهور، نقرب الصورة بشكل اوضح لكل جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي في كل مكان. فعشان كده هاخد لك بعض اراء اعضاء الجمعيه العموميه من النادي الاهلي طبعا من داخل مقر النادي الاهلي مدينه نصر. معايا في هذه اللحظات بعض الاراء. برحب بك في البدايه، وعايز اخد رايك في وجود ندوه في التواصل مع المهندس محمود طاهر، وايضا اهميه ان النادي الاهلي يكون ليه لائحه خاصه به خلال الفترات المقبله. هو اولا عايز اقول ان النادي الاهلي نادي عريق ونادي من 1907، يعني بقاله أكتر من 110 سنة. لازم حضرتك إن لما يتعمل أي لائحة يتاخد برأي النادي الأهلي، يتاخد برأي نادي الزمالك، لأن هي دي من الأندية العريقة. المهندس محمود طاهر بنشكره على إن هو حاول يقرب وجهات النظر، وإن عمل ندوات كتير، وآخر حاجة كان عمل ندوة يوم الخميس في الشيخ زايد، وعمل امبارح برضو في نادي الأهلي بالجزيرة، والنهاردة زي ما حضرتك شايف كده بنعملها موجودة في مدينة نصر. فأولا أنا عايز أقول إن لازم أي حاجة في قوانين الرياضة لازم نستشير الأندية كلها، لأن دي أندية عريقة وهي السبب في انتشار الرياضة عربيا ودوليا. أكيد. شكرا يا فندم. طبعا لسه مستمرين معاك، وهيكون معانا بعض اراء اعضاء الجمعيه العموميه طبعا في النادي الاهلي هنا مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، خصوصا ان هو شيء اكيد هام جدا وشيء ضروري من اعضاء النادي الاهلي ان هم يكونوا متواجدين خلال الجمعيه العموميه ان شاء الله يومي الجمعه والسبت القادم. معايا ايضا اراء بعض الاعضاء. رايك في تواجد طبعا المهندس محمود طاهر والندوه الخاصه والاخيره بالنسبه للمهندس محمود طاهر مجلس ادارته النهارده مقر النادي الاهلي مدينه نصر؟ احنا كل يوم طبعا هنيجي الجمعيه العموميه اكيد، ومجيتنا النهارده بتايد ان احنا جايين كلنا واحنا ورا النادي الاهلي. النادي الاهلي ده مش نادي صغير، النادي ده اكبر نادي في الدوله كلها،
واحنا ورا النادي الاهلي. النادي الاهلي ده بيتنا وما نحبش حد يتدخل في بيتنا ولا في شؤوننا. احنا هنبقى قررنا من دماغنا, والاهلي طول عمره ما حدش بيقرر له, هو اللي بيقرر وهو اللي بينفذ, وهو هو كده النادي طول حياته هيفضل كده على طول. أهمية التناقش في بعض البنود الخاصة مع المهندس محمود طاهر خاصة باللائحة, وده يمكن شيء إيجابي من مجلس الإدارة, مش بس إن هو يقر اللائحة لا, لكن أيضا في تناقش مع أعضاء النادي الأهلي. أكيد يعني شيء مهم جدا إن هم يبقى في تناقش وفي أخذ ورد. يعني المهندس محمود طاهر, وطبعا ده كله ده دي الروح بتاعة النادي الأهلي, دي مش جديد علينا يعني. شكرا. ميرسي. طبعا زي ما احنا شايفين يا محمد, كل اعضاء النادي الاهلي عندهم حماس شديد جدا لحضور طبعا الجمعيه العموميه ان شاء الله يومي 25 و26 من الشهر الجاري. لاهميه هذا الموقف واهميه ان النادي الاهلي يكون عنده لائحه خاصه بيها, محمد اتفضل. عايز اسالك, مين ابرز الحضور اللي موجود عندك من اعضاء الجمعيه العموميه ومن اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بخلاف المهندس محمود طه؟ طبعا اعضاء الجمعيه العموميه اي عضو في النادي الاهلي يعتبر عضو بارز بالنسبه للجمعيه العموميه بالنادي الاهلي, فبالتالي كل اعضاء النادي الاهلي متواجدين, اعضاء بارزين جدا وليهم صوتهم واكيد ليهم رايهم في لائحه النادي الاهلي واي شيء يخص النادي الاهلي. بالنسبه طبعا لمجلس الاداره, يمكن منذ حوالي ساعه الا ربع بالتحديد وصل المهندس محمود طاهر, وصل ايضا لواء شيرين شمس وايضا بعض اعضاء مجلس الاداره لحضور هذه الندوه طبعا لمناقشه هذه اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي, و طبعا طلب من اعضاء النادي الاهلي وتوعيتهم باهميه الموقف والحضور للجمعيه العموميه. لكن اديني فرصه يا محمد, لسه معايا بعض الاعضاء ايضا اللي عايزين يقولوا رايهم واهميه الحضور لهذه الندوه من ثم حضور الجمعيه العموميه ان شاء الله يومي 25 و26. راي حضرتك ايه في طبعا الندوه النهارده قبل ما تبتدي, اهميه التواصل مع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بالتحديد المهندس محمود؟ التواصل دايما اكيد مهم, بس انا كنت حابه يعني احنا طول عمر النادي الاهلي مفروض ان هو كيان, ومفروض ان هو من الناس اللي بيحطوا القواعد, فما ينفعش احنا نيجي نقول النادي الاهلي يعمل كذا او نقول نحط له اللاين هو يمشي عليه. النادي الاهلي نادي كبير, النادي الاهلي كيان, ما اعرفش يعني اعتقد ان النادي الاهلي مش محتاج حد يتكلم عنه يعني, سيان في مصر او في على المستوى العربي او المستوى الافريقي كمان حتى العالمي. بس متوقع ان شاء الله يحضر اعداد كبيره ان شاء الله يوم 25 26 ان شاء الله. اكيد ان شاء الله باذن الله متواجدين, كلنا موجودين ان شاء الله باذن الله. لسه متواصلين معاك يا محمد, وايضا معايا احد اعضاء النادي الاهلي. طبعا اكيد شيء مهم جدا زي ما بقول لك, الناس كلها واضح, وانا توقعي الشخصي ان ممكن يحضر اكتر من 12000 او 12500 خلال طبعا الجمعيه العموميه ان شاء الله يومي 25 و26. ايضا معايا احد اعضاء النادي الاهلي. اهميه الندوه النهارده بالنسبه لك, شايفك موجود من بدري قاعد مستني المهندس محمود طاهر عشان تحضر الندوه دي ومناقشه اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي. والله طبعا ده اليوم اي محب النادي الاهلي لازم يؤدي دوره ويظهر. وبس انا عايز اقول كلمه بس قبل يعني ما انساها, انا عارف ان يوم 25 كل الناس هتيجي تقول رايها وتحط صوتها, بس انا مش عايز كل واحد يجيب نفسه ويجي, انا عايز كل واحد يبقى في محيط اسرته وفي محيط جيرانه ممثل للنادي الاهلي, ما يجيش لواحد, لازم يجي على الاقل ب 20 30 واحد من ولاده ومراته وقرايبه وبتاع, هي دي هو ده المطلوب منه. وبقول له كل عضو زميل في النادي الاهلي في اي فرع ما تتركش الفرصه للندم وتقول يا ريتني, انت قرارك في ايدك, وزي ما علمونا زمان ما شبني تحت ايدي اسيبه وارجع ادور عليه, انا قراري في ايدي ما سيبوش عشان ما ندمش عشان ما ازعلش, لان اي كلمه هتتحقق الف حق النادي الاهلي هتوجعنا. كل الناس اللي حاقده مع انهم صغيرين بس هيطلعوا من الجحور, احنا مش عايزين. لايحة رايك فيها ايه؟ لا لايحة جميلة جدا, لايحة جميلة جدا وبتراعي مصلحة النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا. العفو. زي ما شفت يا محمد اجواء ما قبل طبعا هذه الندوة الهامة جدا, وطبعا زي ما احنا بنأكد اكيد شيء مهم حضور اعضاء النادي الاهلي هذه الجمعية العمومية. اخر عضو هيكون معايا النهاردة او دلوقتي بالتحديد عشان يقول رأيه, رأيك في طبعا الندوة النهاردة وايضا اهمية التناقش مع رئيس النادي الاهلي, ورأيك في اللائحة بشكل عام اللي اقرها مجلس الإدارة.
اولا بالنسبه للائحه دي المفروض ده النادي الاهلي، فالنادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه لازم هم اللي يحطوا لائحتهم، محدش يفرض علينا اي حاجه من بره، لان ده تعودنا على كده وتربينا في النادي الاهلي ان النادي الاهلي هو صاحب القرار في كل حاجه، وده النادي الاهلي لازم نفهم كده ولازم الدوله تفهم كده ان ده النادي الاهلي. بالنسبه للائحه، اللائحه جميله جدا، وفي قامات حطت اللائحه دي، مستشار عبد المجيد محمود، المستشار رجاء عطيه، يعني اقصد ان احنا ما حطوش حاجه اي كلام، لا اللائحه بتاعتنا لائحه صح ومظبوطه، وهو ده المفروض النادي الاهلي، والانديه كلها بتلجا للنادي الاهلي، واعتقد ان نادي الزمالك طلب لائحه النادي الاهلي، وده من كلام مرتضى منصور. خلينا في نادينا احنا، وخلينا في اهميه ان احنا يكون عندنا لائحه خاصه بينا. دي لائحتنا واللائحه عظيمه جدا، وانا مبسوط جدا ان احنا عملنا ثلاث ندوات، ندوه في الشيخ زايد، ندوه امبارح كانت في الجزيره، والنهارده بالنسبه لمدينه نصر، عشان نتناقش مع رئيس النادي فعلا على اساس نعرف منه النقط كلها اللي فيها الخلاف اللي هم بيتكلموا عليها ويوضح لنا كل النقط دي. شكرا جزيلا. خليني اقول لك يا محمد ان اعضاء النادي هم اللي عايزين يتكلموا، هم اللي عايزين يطلعوا في الصوره يوضحوا طبعا رايهم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي على اهميه ان هم يكون ليهم لائحه خاصه بهم. كل ما احاول اختم بيكون في متواجد اعضاء زي ما انت شايف معايا. هو امير، اي عضو، حابب يقول امير، اي عضو حابب يقول وجهه نظره، حابب دي قناته وده بيته، قناه النادي الاهلي، يطلع ويسجل معاك. اهلا وسهلا، على طول نسمعه. اكيد طبعا عايز اخد رايك في اكيد لائحه النادي الاهلي اللي اعلنها المهندس محمود طاهر مؤخرا، ورايك في اهميه ان يكون في ندوه في ثلاث افرع بالتحديد النهارده بنتكلم عن مقر النادي الاهلي في مدينه نصر. تمام، بالفعل انا طبعا بقول مساء الخير لقناه النادي الاهلي وكل المتواجدين في الاستوديو. بقول ان اللائحه اللي عملها المهندس محمود طاهر، لما نيجي نتكلم عن اللائحه مش هقول ان المهندس محمود طاهر، لا انا بقول النادي الاهلي كيان النادي الاهلي. لما تيجي تشوف مين اللي وضع اللائحه ديت، تلاقي المستشار عبد المجيد محمود، هتلاقي المحامي الكبير رجاء عطيه، تطمئن بعد كده. بس مش بالكلام بنطمئن، انا يعني حضرت الندوه بالامس في الجزيره وخدت فعلا اللائحه بتاعتنا. انت دايما بتبقى متواجد في انهي مقر؟ والله انا في الشيخ زايد اكتر شويه، وبعد كده بدات ابقى متواجد في الجزيره وبدات اجي هنا، بس انا ما بحبش اقول مقر فين. انا بقول عشان كده بسالك، يعني انا شايفك انت، ما انت بتقول لي دايما تبقى متواجد في الشيخ زايد. الشيخ زايد وفي الجزيره، موجود النهارده في الجزيره، امبارح في الجزيره، النهارده في مدينه نصر، يعني كل اعضاء النادي الاهلي واحد، يعني ما فيش تفرقه خالص ما بين الافرع. لا احنا نادي الاهلي، احنا كيان نادي الاهلي واحد، ما فيش فرق بين جزيره وشيخ زايد وان شاء الله تجمع وان شاء الله اسكندريه، كلنا النادي الاهلي، بنرفع علم واحد هو علم النادي الاهلي. عجبك اللائحه؟ لائحه النادي الاهلي اكيد اكيد عجباني جدا، وما كنتش انا حاسس بقلق، لان انا حاسس يعني معلش انا عايز انتقد السيد خالد عزيز، خالد عبد العزيز، مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، بقول له انت فين؟ انت في ايه؟ في حاجه مش مظبوطه، يا ريت توضح موقفك شويه، لان احنا حاسين ان في تلاعب، في مؤامره على النادي الاهلي، وجمعيه النادي الاهلي لن تسكت على هذا. اقول لك ان الموضوع خلاص في ايدينا كاعضاء نادي الاهلي، احنا في ايدينا نقر ان شاء الله اللائحه يوم الجمعه والسبت القادمين، مالناش دعوه باي حاجه ثانيه. وان شاء الله انا اعتقد ان هي يوم الجمعه هتنتهي الموضوع، وهيجي اكثر من 12500، وبفكر الناس ان الانتخابات اللي فاتت المهندس محمود طاهر كان ناجح تقريبا ب 12500، هم الناس قالوا نعمل ال 12500 عشان يعجزونا، انا بقول لهم لا، ال 12500 اللي جم للمهندس محمود اضربه في 2 او في 3 هتلاقوهم ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله. اشكرك، تحت امرك فندم. لسه مكملين ومعايا ايضا احد اعضاء النادي الاهلي، عايز اخد رايك في طبعا الندوه النهارده قبل بدايتها، واهميه التواصل مع مجلس اداره النادي الاهلي بشكل عام، وبالتحديد المهندس محمود طاهر وحضوره لشرح وتوضيح اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي والفارق ما بينها وما بين لائحه او اللائحه الاسترشاديه الخاصه باللجنه الاولمبيه. انا هقول لك، انا جاي عايز اعرف ايه المهندس محمود طاهر، بس عايز اقول عبر عن اندهاشي من اللائحه الاسترشاديه، ازاي يوافقوا ان عضو مجلس اداره يكون جاهل، ما يكونش هو الادوكيتد، دي واحد. اثنين، ازاي باي منطق واحد كان في الصف الاول في حرب اكتوبر زي واحد هرب من التجنيد وكان بيتفسح في نيويورك، معروف انا بتكلم على مين؟ ده محمد عليك ليه هرب التجنيد، خد 5 سنين سجن، باي منطق ده؟ باي ده شرف الدفاع. قريت اللائحه حضرتك؟ طبعا. ناحيه النادي الاهلي مش بتكلم عن اللائحه الاسترشاديه، مرخص البنود اللي عليها يعني جدل، كويس
وطبعا مقتنع تماما باللائحه التنفيذيه، مشروع اللائحه التنفيذيه للنادي الاهلي، اما اللائحه السريه برفضها تماما. كويس، شكرا. طبعا دي كانت اجواء ما قبل ندوه المهندس محمود طاهر. اكيد اجواء زي ما انت شفت يا محمد، كل اعضاء النادي الاهلي عندهم حماس. امير، هل الاعداد عندك في تزايد في الفتره ديت؟ هل الاعداد في تزايد عندك من دخول اعضاء الجمعيه العموميه داخل مقر النادي الاهلي بمدينه نصر؟ الاعداد خليني اقول لك في تزايد مستمر، بالتحديد من الساعه 5:30 يا محمد ابتدى اعضاء النادي الاهلي يكونوا متواجدين، ابتدوا ان هم يكونوا يقعدوا في المقاعد الخاصه بهم في مقر النادي الاهلي هنا في مدينه نصر. وايضا الاعداد في تزايد مستمر حتى الان، لسه ناقص حوالي 10 دقائق على بدايه الندوه الخاصه بالمهندس محمود طاهر هنا في مقر النادي في مدينه نصر. فخليني اقول لك ان المقاعد كلها تكاد تكون مليئه عن اخرها طبعا، ولسه ان شاء الله هيكون متواجد اعضاء اكتر، وخصوصا النهارده في اعداد كبيره جدا من اعضاء النادي الاهلي متواجدين في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. يا محمد، اخر لقاء هيكون معايا، راي حضرتك النهارده في تواجد المهندس محمود طاهر واهميه ان يكون في ندوه طبعا مع المهندس محمود طاهر ومناقشه هذه اللائحه الهامه؟ طبعا هو كده بيهتم بالنادي بتاعنا وبيشوف متطلباتنا بس، فهو يعني الحمد لله النادي الى حد ما مستواه كويس جدا وشايف متطلباتنا على اكمل وجه. شايفه ان مهم ان احنا نناقش اللائحه مع المهندس محمود طاهر؟ طبعا لازم نناقشها، وهو بيسمع لنا كتير يعني، فلازم نناقش وهو مهتم باولادنا اهم حاجه، الجيل الصاعد. ماشي، ميرسي. دي كانت اجواء يا محمد ما قبل هذه الندوه الهامه، لو في اي استفسار اتفضل. والله هو ما فيش استفسار، بس يا امير انا شايف ان ما شاء الله في الى حد ما ابتسامه من اعضاء الجمعيه العموميه، بالتاكيد بتفرق كتير جدا يا امير لما يكون عضو جمعيه عموميه بيشجع النادي كسبان دوري وكاس، فباين ارتياحهم من الناحيه الفنيه على النادي الاهلي، وبالتاكيد من الناحيه الانشائيه، فاكيد عندك ردود افعال بالنسبه لموضوع الدوري والكاس كتير وانت في حواراتك مع اعضاء الجمعيه العموميه. اكيد يا محمد، خليني اقول لك ان هي النهارده احتفاليه اكتر منها مناقشه للائحه، يعني خليني اقول لك ان في احتفاليه وفي سعاده، وزي ما انت بتقول في ابتسامه واضحه جدا على اعضاء النادي الاهلي، خصوصا ان الفريق الاول، ومش الفريق الاول بس، الكره القدم مختلف الالعاب الموجوده في النادي الاهلي حققنا بطولات كتيره جدا، واهمها بطولات افريقيا سواء اليد، الطايره، الباسكت. ايضا النادي الاهلي لكره القدم او الفريق الاول لكره القدم قدر انه يحقق بطوله دوري وكاس مع بعض منذ فتره طويله، وبتحديد من 10 سنين تقريبا ما حققش الانجاز ثنائية. بالتالي في فرحة عارمة موجودة عند على أعضاء النادي الأهلي، في سعادة، في ابتسامة، في حالة رضا واضحة جدا على أعضاء النادي الأهلي بعد هذه النتائج الجيدة لمختلف ألعاب النادي الأهلي طبعا الرياضية، وده يمكن شيء جيد جدا يا محمد وشيء يدعو للفخر أكيد لكل عضو من أعضاء النادي الأهلي خلال الفترة دي. أمير، أنا كنت عايزك برضو تتواصل أكثر مع أعضاء الجمعية العمومية من ناحية الأسئلة وتسألهم هل في شيء مجلس الإدارة أنتم محتاجين فيه لتلبية في الفترة القادمة، طبعا كل ده بخلاف اللائحة الخاصة للنادي الأهلي والجمعية العمومية الخاصة اللي ستقام يومي 25 و26. عايزك تسأل أعضاء الجمعية العمومية إذا كان في بعض الطلبات اللي بيحاولوا يوصلوها لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لتلبية هذه الطلبات، لأن أنت عارف أن قناة النادي الأهلي هي بالأول لجمهور النادي الأهلي عبر كل مكان في العالم، وأيضا لأعضاء الجمعية العمومية النادي الأهلي إذا كان لديهم متطلبات من مجلس الإدارة. أكيد طبعا يا محمد، أكيد لو عندي فرصة أحاول أسأل أعضاء النادي الأهلي عن متطلباتهم من مجلس إدارة النادي الأهلي، خصوصا أن أكيد يعني ممكن يكون ليهم بعض الملاحظات اللي ممكن يكونوا بيطلبوها من المهندس محمود طاهر، لكن حاليا صعب أن أنا أتواصل معهم لأن خلاص حوالي دقائق وهيطلع المهندس محمود طاهر على المنصة اللي في الخلف طبعا زي ما أنت شايف يا محمد عشان يبتدي الندوة، خلاص كمان دقائق بسيطة جدا، لكن أكيد هيكون معنا تواصل أيضا مع أعضاء النادي الأهلي للحديث عن متطلباتهم، الحديث على أهمية أو الأشياء المهمة جدا بالنسبة لهم لتنقصهم داخل النادي الاهلي في مختلف مقراته. وخليني اقول لك ان طبعا في تطور ملحوظ جدا واضح من الناحيه الانشائيه ومن الناحيه الرياضيه بشكل عام، لكن اكيد هيكون لهم طلبات، لكن خليني ارجع لك يا محمد دلوقتي مؤقتا، واكيد هيكون لنا لقاءات اخرى مع اعضاء النادي الاهلي في مراحل اخرى طبعا عقب هذه الندوه الهامه للمهندس محمود طاهر. زميلنا النشيط امير هشام، بشكرك شكرا جزيلا من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، والتواصل مع اعضاء الجمعيه العموميه حول الندوه.